النهاردة إن شاء الله هناخد الستريك أسيد سايكل، هنعرف إيه هي، بتحصل فين، أهميتها إيه، إزاي بتبقى ريجوليتد، قد إيه إنرجي بتطلع منها، كل الكلام ده. أخدته قبل كده الجلايكوليسز، وعرفتوا انه via this pathway glucose is converted to pyruvate. طيب يحصل ايه في البايروفيت اللي الخلية حصلت عليه من الجلايكوليسز ده؟ under anaerobic conditions، يعني في عدم وجود الأكسجين، pyruvate is converted to lactate or ethanol depending on the organism. But what happened under aerobic conditions؟ في الحالات الايروبيك يعني في وجود الاكسجين، pyruvate is transported into the mitochondria by a specific carrier protein embedded in the mitochondrial membrane. يعني في الحالات الايروبيك pyruvate بيبدا يخش جوه الميتوكوندريا، لان هو كان produced in the cytoplasm، بيبدا يخش جوه الميتوكوندريا by specific carrier protein موجود في الممبرين بتاع الميتوكوندريا. Once inside the mitochondrial matrix, pyruvate is oxidatively decarboxylated by pyruvate dehydrogenase complex to form acetyl CoA. يعني لما البايروفيت يوصل الماتريكس بتاع الميتوكوندريا بيبدأ يحصل له oxidative decarboxylation بإيه؟ بإنزيم موجود في الميتوكوندريال ماتريكس اسمه pyruvate dehydrogenase complex. طيب يبقى converted لإيه pyruvate؟ بيبقى converted إلى الأسيتايل كو اي. Important point regarding this reaction is that this reaction is an irreversible reaction and it is the link between glycolysis and the citric acid cycle. يعني التفاعل ده بيبقى irreversible وهو اللي بيربط ما بين الجلايكوليسز والسيتريك اسيد سايكل. الانزيم ده زي ما هنشوف بعد شوية اللي هو البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس is a complex enzyme composed of three components. أول component اسمه pyruvate dehydrogenase component أو اسمه E1. component التاني اسمه dihydrolipoyl transacetylase أو اسمه E2. الكومبوننت التالت اسمه dihydrolipoyl dehydrogenase أو E3. زي ما هنشوف بالتفصيل بعد شوية. الإنزيم ده بيحتاج 5 coenzymes علشان يقدر يعمل الرياكشن اللي هو الكونفرجن بتاع البايروفيت إلى الأسيتايل كوي. ايه هما الـ5 coenzymes اللي بيحتاجهم؟ بيحتاج الناد، وبيحتاج الفاد، وبيحتاج الثيامين بايروفوسفيت، بيحتاج الكو اي، وبيحتاج اللايبويك اسيد. هنشوفهم بالتفصيل بعد شوية. هنا الاكسيداتيف ديكربوكسيليشن بتاعت البايروفيت تو اسيتايل كو اي is demonstrated simply. زي ما احنا شايفين البايروفيت اتحول الى اسيتايل كو اي عن طريق البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس اللي كان ليه 3 كومبوننتس وكان ليه 5 كوينزايمز. هنا واضح الـ او demonstrated هنا الكوينزايم ايه اللي حصل. البايروفيت حصل له اوكسيديشن وحصل له كمان ديكربوكسيليشن. زي ما احنا عارفين الاوكسيديشن والريدكشن بيبقوا كابلد، فهنلاقي البايروفيت اوكسيديتد، الناد از ريديوزد وهيبقى اسمه ناد اتش، وهيبقى فيه سي او 2 بروديوزد. يعني نخلي بالنا انه الرياكشن ده بيبروديوس سي او 2 وبيكابتشر الهاي ترانسفير بوتنشال الكترونز ان ذا فورم اوف ناد اتش، وهيطلع لنا في الاخر البرودكت الاساسي الاسيتايل كو اي. الرياكشن ده زي ما احنا شايفين irreversible، والرياكشن ده بيلينك الجلايكوليسز بالسيتريك اسيد سايكل. ليه بيلينك الجلايكوليسز بالسيتريك اسيد سايكل؟ لان الاسيتايل كو اي البروديوسد ده بيخش بعد كده في السيتريك اسيد سايكل
علشان يحصل الـ energy production. ده هو نفس الرياكشن بتاعنا presented in a funny way، بيورينا ازاي البايروفيت اللي فيه 3 كربون بقى اسيتايل كو اي اللي فيها 2 كربون، والكربون الثالثة بتاعت البايروفيت طلعت في صورة CO2. الرياكشن بتاعنا اللي هو الاكسيداتيف ديكربوكسيليشن اوف بايروفيت تو اسيتايل كو اي will requires the participation of the 3 enzymes of the pyruvate dehydrogenase complex and also the 5 coenzymes mentioned before. يعني التفاعل ده هيشارك فيه كل الكومبوننتس بتاعت الانزيم وكل الكوينزيمز اللي قلناها قبل كده. الconversion دي بتحصل في 3 steps: decarboxylation, oxidation and then transfer of the resultant acetyl group to CoA. هنشوفها بالتفصيل دلوقتي. الرياكشنز او الستيبس دي لازم تبقى كابلد لبعضها علشان ده بيبريزيرف الفري انرجي اللي بتطلع من الديكربوكسيليشن ستيب علشان يعمل ناد اتش واسيتايل كو اي. نتكلم على ستيب 1 اللي هي الديكربوكسيليشن. ايه اللي بيحصل؟ البايروفيت بيكومباين مع ثيامين بايروفوسفيت وتحصل الديكربوكسيليشن. This reaction or this step will yield hydroxy ethyl thiamine pyrophosphate. الرياكشن ده بيبقى كاتالايزد بالبايروفيت ديهايدروجينيز كومبوننت اللي هو الـ E1، وكده بقى الثيامين بايروفوسفيت هي البروستاتيك جروب بتاعة الكومبوننت ده. تمام؟ يبقى البايروفيت هيحصل له ديكربوكسيليشن في وجود الثيامين بايروفوسفيت وهيطلع هيدروكسي ايثايل ثيامين بايروفوسفيت كاتالايزد بايه الستيب دي؟ بكومبوننت 1 اللي هو البايروفيت دي هيدروجينيز كومبوننت. مين البروستاتيك جروب بتاعت الانزيم ده او الكومبوننت ده؟ البروستاتيك جروب هي الثيامين بايروفوسفيت. طيب ازاي هتحصل الاكسيديشن وازاي هيحصل الفورميشن بتاع الاسيتايل كوي؟ هتحصل كالاتي. اول حاجه انه الهيدروكسي ايثايل جروب اللي هي كانت اتاتش للثيامين بايروفوسفيت هتتاكسد عشان تعمل الاسيتايل كوي، وهتبقى في نفس الوقت سيمالتينيسلي ترانسفيرد لللايبواميد. اللايبواميد زي ما احنا عارفين هو ديريفاتيف من اللايبويك اسيد. الأكسيدنت هنا في الرياكشن هو الدايسلفايد جروب بتاعة اللايبواميد، هتبقى ريديوزد إلى دايسلفيدرال فورم. تمام؟ الرياكشن ده بيبقى كاتالايزد برضو بالبايروفيت دي هيدروجينيز كومبوننت اللي هو الـ E1 وهييلد أسيتايل اللايبواميد. طيب إزاي الأسيتايل كو إي بيبقى فورمد؟ الأسيتايل جروب هتبقى ترانسفيرد من الاسيتايل لايبواميد للكو انزيم اي فتعمل لنا الاسيتايل كو اي. نخلي بالنا الرياكشن ده كاتالايزد بمين؟ بالداي هيدرو لايبويل ترانس اسيتايليز اللي هو كومبوننت 2 اللي هو E2. تمام؟ دلوقتي كده نتج لنا الاسيتايل كو اي اللي هو الفيول بتاع السيتريك اسيد سايكل has been now formed from pyruvate. طيب نقول الخطوة بتاعت الخطوة التانية دي نقولها كده in conclusion. هنقول ان الهيدروكسي ايثايل ثيامين بايروفوسفيت هيرياكت مع الاكسيدايزد لايبواميد ويعمل لنا الاسيتايل لايبواميد، وبعدين الاسيتايل لايبواميد ده هيرياكت مع الكو اي اس اتش ويعمل لنا الاسيتايل كو اي اند ريديوسد لايبواميد. دلوقتي بقى البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس مش هيقدر يكمبليت انذر كاتاليتيك سايكل الا لما الداي هيدرو لايبواميد يبقى اوكسيدايزد الى لايبواميد. كومبوننت 3 الاي 3 او الداي هيدرو لايبويل دي هيدروجينيز هو اللي هيعمل ريجينريشن للاوكسيدايزد فورم اللي هو الاوكسيدايزد فورم اللي هي اللايبواميد.
الالكترونز بتاعه الريديوسد لايبوأميد هتبقى ترانسفيرد للفاد بروستاتيك جروب بتاعه الانزيم رقم 3 ده and then transferred to NAD. نخلي بالنا انه this electron transfer من الفاد للناد دي حاجه unusual. امال ايه اليوجوال؟ اليوجوال كان ان النات ان الفاد ده بيريسيف، يعني الترانسفير بيحصل من الناد للفاد مش العكس. الالكترون ترانسفير بوتنشال بتاعه الفاد هنا بتبقى increased by its association with the enzyme. ده بيخليه قادر ان هو يترانسفير الالكترونز بتاعته للناد. زي ما احنا عارفين البروتينز اللي بتبقى tightly associated مع الفاد او مع ال FMN اللي هو الفلافين مونونيوكليوتايد بنسميهم flavoproteins. تمام، نقولها in conclusion. reduced lipoamide بيبقى، يعني هنقولها in conclusion، reduced lipoamide بيبقى reoxidized بالflavoprotein اللي هو containing fat في وجود الكلام ده dihydrolipoyl dehydrogenase. بعد كده the reduced flavoprotein is oxidized by NAD which in turn transfer its reducing equivalent to the respiratory chain. زي ما احنا عارفين يعني انه الناد اتش اتش اللي هينتج ده بعد كده هيكمل في الريسبيراتوري تشين عشان يدي الانرجي زي ما خدتوها في محاضرة الريسبيراتوري تشين. يعني زي ما شفنا كده البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس ده is a large highly integrated complex enzyme معمول من ثلاثة distinct enzymes اللي هم اللي عرفناهم دول. البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس ده ممبر من فاميلي كبيرة فيها انزيم كومبلكسز معروفة بتانكلود كمان السيتريك اسيد سايكل انزيم اللي اسمه الالفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز كومبلكس. الانزيم كومبلكسز دي بتبقى كبيرة وليها موليكولار ماسز عالية جدا بترينج من 4 مليون ل 10 مليون دالتون. طيب الالابورت ستراكشرز ده ليه؟ كل ده ليه؟ علشان يالاو ذا ترانسفير اوف جروبس فروم ان اكتيف سايت تو انذر والاول بيبقى كونكتد للكور بتاع الاستراكشر. في السلايد دي انا عايزه افوكس على الثلاثه كومبوننتس بتاعه البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، عايزه اعرف اساميهم، عايزه اعرف كل واحد فيهم مين البروستاتيك جروب بتاعته وايه الرياكشن اللي كاتالايزد بكل واحد فيهم. نمسك اول كومبوننت اللي هو الاي 1 عندنا اللي هو البايروفيت دي هيدروجينيز كومبوننت. طيب الكومبوننت ده كومبوننت نمبر 1 مين البروستاتيك جروب بتاعته؟ الثيامين بايروفوسفيت. طب ايه الرياكشن اللي كان بيعمل له كاتاليسيس؟ كان بيعمل اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن للبايروفيت، صح؟ كان بيعمل اوكسيديشن وكان بيعمل ديكربوكسيليشن. طيب ايه الكومبوننت الثاني اللي هو الاي 2؟ الكومبوننت الثاني اسمه دايهايدرولايبويل ترانس اسيتايليز. طيب ايه البروستاتيك جروب بتاعه الكومبوننت ده؟ البروستاتيك جروب هنا هي اللايبوأميد. طيب ايه الرياكشن اللي كان بيعمله؟ كان بيترانسفير الاسيتايل جروب تو ذا كوينزايم A. طيب ايه الكومبوننت الثالث؟ الكومبوننت الثالث هو الدايهايدرولايبويل دي هيدروجينيز E3. البروستاتيك جروب بتاعته كانت الفاد. طيب ايه الرياكشن اللي كان بيعمله؟ كان بيعمل regeneration للoxidized form of lipoamide. طيب نيجي نتكلم عن الارسنيك poisoning. الارسنيك poisoning بيحصل عن طريق الانجيشن او الانهاليشن of high levels of arsenic. الكلام ده بيحصل في الاماكن اللي فيها الindustrialization وممكن يحصل برضو الموست كومن كوز للجراوند ووتر الكونتامينيتد جراوند ووتر. ممكن يحصل برضو من بريثنج اير كونتامينيتد بالارسنيك. هو اكستريملي بويزنس للانسان.
بيعمل manifestation زي red skin أو زي skin lesions، ممكن يعمل digestive issues زي abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea، ممكن يعمل muscle cramps. طيب biochemically الأرسنك ده إيه مشكلته؟ مشكلته إن هو بيعمل inhibition للبيروفيت dehydrogenase complex اللي بنتكلم عليه، والإيه كمان؟ وللألفا كيتو جلوتاريت dehydrogenase اللي هو الإنزيم بتاع citric acid cycle اللي كان من نفس الفاميلي بتاعة الإنزيم complexes اللي منها كمان البيروفيت dehydrogenase complex. طيب بيعمل إيه الأرسنك ده؟ بيبايند للثيول جروب، للإس إتش جروب اللي موجودة في اللايبويك أسيد، وبالتالي هيخلي اللايبويك أسيد ما يقدرش يشتغل ككوفاكتور، ما يبقاش أفيلابل للإيه؟ للبيروفيت dehydrogenase complex، فبالتالي بيعوق الإنرجي برودكشن إن ذا سيل. نيجي نتكلم دلوقتي عن الرياكشن ده اللي هو الاكسيداتيف ديكربوكسيليشن بتاعه البايروفيت 2 اسيتايل كو اي باي دي بايروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس، ازاي بيحصل له ريجوليشن. الاول في امبورتنت بوينتس ناخد بالنا منها نفتكرها، ان الرياكشن ده كان ريفرسبل رياكشن، سو اسيتايل كو اي كانوت كونفرت باك تو جلوكوز. الحاجه الثانيه إنه الأسيتايل كو اي produced in this reaction لي two principal fates. أول fate إن هو من خلال citric acid cycle يحصل oxidation إلى CO2 ويحصل energy production. الفيت التاني إنه الأسيتايل كو اي ده يبقى incorporated into lipids، يعني بيدخل في الفاتي acid synthesis. الإنزيم ده بيحصل له نوعين من الريجوليشن، بيحصل له allosteric regulation وبيحصل له covalent regulation. يعني إيه allosteric؟ نفتكر allosteric يعني الحاجة اللي بتأثر على الإنزيم بشكل allosteric، يعني بتمسك في الإنزيم في سايت تاني غير الأكتف سايت اللي بيمسك فيها السابستريت بتاعت الإنزيم، تكون النتيجة إنه الإنزيم ده بتزيد الأفينيتي بتاعته للسابستريت بتاعته، أو إنه الإنزيم تقل الأفينيتي بتاعته للسابستريت اللي هيشتغل عليها، فيحصل inhibition في الأكتيفيتي بتاعت الإنزيم. طيب يعني إيه covalent modification؟ covalent modification يعني الإنزيم بيتوجد في two form، صورة phosphorylated وصورة dephosphorylated، وبيعتمد على كده إذا كان الإنزيم يبقى active أو inactive، هنشوفها بالتفصيل دلوقتي. طبعا المعظم الانزيمات زي ما احنا عارفين بتبقى اكتف في الديفوسفو فورم، يعني لما ما يكونش فيها فوسفات. البرودكتس بتاعتنا بتاعت الرياكشن اللي هي الناد اتش والاسيتايل كو اي بيشتغلوا كالوستيريك انهبيتورز، وبرضو ليهم رول مهم جدا في الفوسفوريليشن ديفوسفوريليشن سايكل زي ما هنشوفها في السلايد اللي جاي. إذن الرياكشن ده هو critical reaction في الميتابوليزم أو critical branch point في الميتابوليزم، عشان كده هو بيبقى tightly controlled أو tightly regulated. لما products reaction تبقى موجودة in high concentration ده بيؤدي إلى الانهبيشن بتاع الرياكشن. فنجد مثلا الأسيتايل كو إيه بينهبت الترانس اسيتايليز اللي هو الاي 2 باي دايركت بايندينج، ونجد النات اتش بتنهبت الداي هيدرولايبويل دي هيدروجينيز اللي هو الاي 3. ليه ده بيحصل؟ لان الهاي كونسنتريشن من النات اتش والاسيتايل كو اي بينفورم الانزيم انه الانرجي نيد بتاع السيل هاف بين ميت، او ان الفاتي اسيد ار بينج ديجريدد ومدياني اسيتايل كو اي وناد اتش. في الحالتين there is no need ان الخلية تميتابولايز البايروفيت الى اسيتايل كو اي. الانهبيشن دي برضو بتفيد السلف ان هي بتعمل سبيرنج للجلوكوز، لان زي ما احنا عارفين معظم البايروفيت بيبقى derived من الجلوكوز via glycolysis. الكي ريجوليشن بتاع البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس في الايوكاريوت هي الكوفالنت موديفيكيشن.
طيب يعني ايه الكوفالنت موديفيكيشن دي؟ يعني بنلاقي انه البايروفيت دي هيدروجينيز كومبوننت اللي هو الـ E1 بيحصل له فوسفوريليشن باي ا سبيسيفيك كايناز، وده بيترن اوف الاكتيفيتي بتاعت الانزيم كومبلكس كله. الكايناز ده بيبقى اسوشيتد مع الترانس اسيتيلاز كومبوننت اللي هو الـ E2. الدي اكتيفيشن ده بيبقى ريفرزد باي سبيسيفيك فوسفاتيز، يعني الفوسفاتيز لما يشتغل هيعمل اكتيفيشن للبايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، ولكن الكايناز لما يشتغل هيعمل ان اكتيفيشن للانزيم كومبلكس. طيب both the kinase and the phosphatase الاثنين are regulated. علشان understand this regulation خلينا ناخد مصل كمثال، وقت الريست ووقت الاكتيفيتي وقت الاكسرسايز. في وقت الريست هنلاقي المصل مهياش او ملهاش energy demand، doesn't have significant energy demand، وبالتالي هنلاقي الريشيو بتاعت الناد اتش على الناد، والريشيو بتاعت الاسيتايل كو اي على الكو اي، والريشيو بتاعت الاي تي بي على الاي دي بي كلهم بيبقوا هاي. هاي ليه؟ لان هي ما هياش محتاجه انرجي كتير، فما هياش محتاجه تدخل الاسيتايل كو اي جوه الستريك وتدينا انرجي، فبيبقى الاسيتايل كو اي الليفل بتاعه اعلى من الكو اي. ما هياش محتاجه تدخل الناد اتش في الريسبيراتوري تشين قوي وتطلع منه انرجي كتيره، فبنلاقي الناد اتش عالي عن الناد، وما هياش بتعمل هيدروليسيس للاي تي بي، شيز ان ريست، فالاي تي بي بيبقى اعلى من الاي دي بي. ذيس ريشوز بتبروموت ايه؟ فوسفوريليشن، لانها بتاكتيفيت الكايناز، وبالتالي بتعمل دي اكتيفيشن للبايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. يعني ان اذر ووردز الهاي كونسنتريشن من البرودكت بتاعت الرياكشن، سواء كانت immediate products زي الاسيتايل كو اي او الناد اتش، او ultimate product زي الاي تي بي اللي بيطلع بعد كده بعد ما تخش في السيتريك اسيد سايكل وبعد ما تخش في الريسبيراتوري تشين، كل البرودكتس دي بتنهبت الاكتيفيتي بتاعت البايروفيت دي هيدروجينيز عن طريق انها بتاكتيفيت الكايناز، فبتعمل فوسفوريليشن للبايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، والفوسفوريليتد فورم از ان انكتيف فورم. عشان كده البايروفيت دي هيدروجينيز بيبقى اوف لما الانرجي تشارج بتاعت الخليه تبقى هاي. نيجي بقى في وقت الاكسرسايز، هنلاقي المصل بتبدا تكونسيوم الاي تي بي والجلوكوز علشان تقدر تمت الانرجي ريكويرمنتس بتاعتها، وبالتالي هنلاقي انه الاي دي بي والبايروفيت الاثنين هيزيلوا. البوث اي دي بي اند بايروفيت هما الاثنين بيعملوا اكتيفيشن للدي هيدروجينيز عن طريق ان هما بيعملوا انهيبيشن للكايناز. اتفقنا؟ يعني لو في بايروفيت عالي لان المصل في حاله كونتراكشن فبتحول الجلوكوز الى بايروفيت، هنلاقي البايروفيت هينهبت الكايناز، وبالتالي هيخلي الانزيم بتاعنا في الصوره دي فوسفوريليتد اللي هي الصوره الاكتيف، يعني بيعمل له اكتيفيشن في النهايه. نفس الكلام لو المصل في حاله ريست، هتلاقي الريشيو بتاعت الاي دي بي على الاي دي بي دي مش عاليه، يعني الاي دي بي هو اللي عالي. الاي دي بي بقى لما يكون عالي هينهبت الكايناز ده برضو، وبالتالي هيعمل هيعمل دي فوسفوريليشن للانزيم، يعني هيعمل له اكتيفيشن. الكونتراكشن بتاع المصل برضو بيبقى initiated بالكالسيوم زي ما احنا عارفين. الهاي كالسيوم ليفل بيأكتيفيت الفوسفاتيز، يعني بيعمل دي فوسفوريليشن للإنزيم اللي هو البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس ويعمل له اكتيفيشن. في بعض التيشوز بنلاقي ان الفوسفاتيز ده بيبقى regulated by hormones، فمثلا في الليفر بنلاقي الابينفرين ده عن طريق الفوسفاتيدايل إينوزيتول سيجنالينج باث واي بيزود الكالسيوم ليفل، والكالسيوم زي ما اتفقنا برضو بيأكتيفيت الفوسفاتيز، وبالتالي بيأكتيفيت البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. يبقى الكالسيوم سواء كان عالي بسبب ان المصل مثلا كونتراكتنج، او اذا كان عالي لانه في ابينفرين في المكان ده، في الحالتين بيأثر على الفوسفاتيز يعمل له اكتيفيشن، وبالتالي بيأكتيفيت البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس.
نلاقي برضو التيشوز اللي هي capable of fatty acid synthesis زي مثلا الليفر والأديبوس تيشو، بنلاقي في دول الانسولين اللي هو الفيد ستيت هرمون ده بيأكتيفيت الفوسفاتيز، وبالتالي بيأكتيفيت البيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، فيزود الفورميشن بتاعت الاسيتايل كو اي من البيروفيت، والاسيتايل كو اي في التيشوز دي هيكون مهم علشان الفاتي اسيد سينثيسيس. اخدنا بارت 1 من السيتريك اسيد سايكل ليكتشر او اسمها كريبس سايكل او تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل، هناخد دلوقتي بارت 2 ان اور ليكتشر. طيب ايه هي السيتريك اسيد سايكل؟ السيتريك اسيد سايكل هي مجموعه رياكشنز الهدف منها الاي تي بي برودكشن. طيب ايه اللي بيحصل في الرياكشنز دي؟ الاسيتايل كو اي بيبقى كونفرتد او بيحصل له كاتابوليزم الى سي او 2 اند ووتر، وبيحصل برودكشن ل ناد اتش اتش وفاد اتش 2. السايكل الواحده بتطلع لنا واحد مولكيول فاد اتش 2 وبتطلع لنا 3 مولكيولز من الناد اتش اتش. زي ما احنا عارفين الناد اتش اتش والفاد اتش 2 بعد كده هيخشوا في الريسبيراتوري تشين يدونا ميه ويدونا اي تي بي. طيب السيتريك اسيد سايكل او الكريبس سايكل او الترايكربوكسيليك اسيد سايكل بتحصل فين؟ فين السايت بتاعها؟ جوه الخليه. بتحصل جوه في الميتوكوندريا. لو نفتكر الاسيتايل كو اي كان بروديوسد من البايروفيت زي ما قلناها في المحاضره اللي فاتت، فين الكلام ده؟ جوه في الميتوكوندريا. يبقى اذا السايت بتاع السايكل بتاعتنا بيبقى في الميتوكوندريا. بنلاقي ان كل الانزيمات اللي اشتغلت في السايكل دي بتبقى موجوده either في الماتريكس اوف دي ميتوكوندريا، سوري بتبقى موجوده في الماتريكس either free or attached للانر ميتوكوندريال ميمبرين. زي ما هنشوف كلهم موجودين في الماتريكس ما عدا واحد بس اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز، ده هو الاونلي انزيم من السايكل اللي بنلاقيه ماسك في الانر ميتوكوندريال ميمبرين. لو نفتكر لما شرحنا الاكشن بتاع البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس اللي كان بيحول البايروفيت الى اسيتايل كو اي، كان بيحتاج 5 كوفاكتورز، وكنا قلنا انه في انزيم في السيتريك اسيد سايكل من نفس الفاميلي بتاعه البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، وكان بي ريكوايرز ايدنتيكال كوفاكتورز لبتاعه البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، اللي هم مين بقى؟ مين الانزيم وايه الكوفاكتورز؟ الانزيم هو الالفا كيتو جلوتاريد دي هيدروجينيز، والكوفاكتورز اللي احنا عارفينها الناد والفاد والكو انزيم اي والثيامين بايروفوسفيت واللايبويك اسيد. نيجي للستيبس بتاعت السايكل. اول ستيب بيحصل كوندنسيشن بين الاسيتايل كو اي والاوكسالو اسيتيت بانزيم اسمه سيتريت سينثيز. This leads to the formation of citrate. دي اول ستيب. يبقى اول ستيب اتعمل السيتريت من الكوندنسيشن بين الاسيتايل كو اي والاوكسالو اسيتيت بانزيم اسمه سيتريت سينثيز. تاني ستيب حصل ايزوميرايزيشن للسيتريت تو ايزوسيتريت بانزيم اسمه اكونيتيز انزيم. الاكونيتيز ده is an iron sulfur protein. طيب الخطوه دي بتتعمل على خطوتين على التو ستيب. اول ستيب بيحصل الديهايدريشن تو فورم سيس اكونيتيت، then يحصل ريهايدريشن تو فورم ايزوسيتريت. دي الخطوه الثانيه. اتفقنا؟ يبقى الخطوه الثانيه حصل ايزوميرايزيشن للسيتريت الى ايزوسيتريت بالاكونيتيز انزيم على خطوتين. اول حاجه دي هايدريشن تو فورم سيس اكونيتيت، ذن ري هايدريشن تو فورم ايزوسيتريت. الستيب 3 او الخطوه الثالثه يبدا الايزوسيتريت يبقى كونفرتد الى الفا كيتو جلوتاريت عن طريق الايزوسيتريت دي هايدروجينيز انزيم، فبيحصل اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن على خطوتين
والاثنين كاتالايزد برضو بالايزوسيتريت دي هيدروجينيز. فالايزوسيتريت الاول بايزوسيتريت دي هيدروجينيز هيحصل الاكسيديشن ويطلع اول موليكيول من الثلاثه اللي هم الناد اتش، بيطلع اول واحد في الستيج دي. وبعدين بيفولو الخطوه دي ان الاوكسالوساكسينيت هيتحول الى الفا كيتوجلوتاريت ويحصل الديكربوكسيليشن. يبقى ده كله ده رياكشن واحد، انه يحصل اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن للايزوسيتريت تو فورم الفا كيتوجلوتاريت، ويحصل ليبريشن للسي او 2 والناد اتش اتش. دي الخطوه الثالثه. بتحصل على خطوتين برضو، انه الايزوسيتريت بايزوسيتريت دي هيدروجينيز يحصل الاوكسيديشن ويطلع الاوكسالوساكسينيت ويطلع اول موليكيول من الناد اتش اتش. وبعدين برضو بالايزوسيتريت دي هيدروجينيز هو الانزيم يحصل الديكربوكسيليشن ويحصل البرودكشن بتاع الالفا كيتو جلوتاريت. دي ستيب 3. ستيب 4 بعد كده بيحصل اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن للالفا كيتو جلوتاريت تو فورم ساكسينايل كو اي. الرياكشن ده بيبقى كاتالايزد بالالفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز انزيم كومبلكس اللي هو كان ايدنتيكال لمين؟ للبايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. يعني هو ده الانزيم اللي هيحتاج الخمسه كوفاكتورز اللي احنا حافظينهم، الناد والفاد والكو انزيم اي والثيامين بايروفوسفيت واللايبويك اسيد. نيجي بقى الرياكشن 5 اللي هو هيحصل فيه conversion of succinyl CoA to succinate بإيه؟ بإنزيم اسمه succinate thiokinase. هنا بيحصل libration للfree coenzyme A، والرياكشن ده is a substrate level phosphorylation. يعني الرياكشن بيبقى coupled to the phosphorylation of GDP and formation of GTP. Then this GTP is converted to the ATP. يعني ما بيحصلش ATP production directly. الأول بيتعمل الـ GTP وبعدين الـ GTP بيعمل ATP. طيب نيجي لـ step 6. إيه اللي بيحصل؟ الـ succinate ده بيبقى converted إلى الـ oxaloacetate. ايه الاوكسالو اسيتات ده؟ ده اللي هو اول موليكيول كان عمل كوندنسيشن مع الاسيتايل كو اي وكانوا بدأوا لي السايكل. يعني بيحصل ريجينريشن للاوكسالو اسيتات. تمام؟ يبقى الساكسينيت هيتحول الى اوكسالو اسيتات. ازاي؟ اول حاجه بيحصل اوكسيديشن للساكسينيت باي ساكسينيت دي هيدروجينيز ويعمل لنا فيوماريت. الستيب دي بيحصل عندها البرودكشن بتاع الفاد اتش 2، صح؟ الخطوه اللي بعد كده بقى انه الفيوماريت بيحصل له هايدريشن باي فيوماريز انزيم ويعمل ماليت. الخطوه اللي بعد كده انه الماليت ده هيحصل له اوكسيديشن باي ماليت دي هيدروجينيز ويعمل بقى الاوكسالو اسيتات. وعند الستيب دي بيحصل production للثيرد موليكيول اوف ناد اتش اللي السايكل بتطلعه. يعني كده الاكسيديشن اللي حصلت للاسيتايل كو اي او الكاتابوليزم اللي حصل للاسيتايل كو اي في السيتريك اسيد سايكل وتحول الى سي او 2 اند ووتر، ده كان بيصاحبه تكوين 3 موليكيولز من الناد اتش اتش وواحد موليكيول من الفاد اتش 2. ده الكلام ده كله للموليكيول الواحد من الاسيتايل كو اي. تمام كده؟ زي ما احنا عارفين انه الناد اتش اتش ده والفاد اتش 2 بعد كده هيخشوا في الريسبيراتوري تشين ويدونا الاي تي بي. ولما السايكل خلصت نخلي بالنا حصل ريجينريشن تاني الاوكسالو اسيتات عشان يبدا انذر تيرن من السايكل عشان السايكل تو كونتينيو. طيب نيجي نشوف الحساب بتاع الـ ATP production. السيتريك أسيد سايكل اللي شرحناه دلوقتي لما دخل فيها موليكيول واحد بس من الأسيتايل كو اي، السايكل حصل فيها إنها ادتني 3 ناد اتش اتش وادتني 1 فاد اتش 2 وادتني 1 ATP من سبستريت ليفل فوسفوريليشن رياكشن. طيب الـ 3 ناد اتش اتش في الريسبيراتوري تشين كل واحد هيديني 2.5 ATP
وال1 فاد اتش 2 هيديني 1.5 اي تي بي، والسبستريت ليفل مدياني 1 اي تي بي. طيب التلاتة ناد اتش اتش كل واحد فيهم هيديني 2.5 اي تي بي، يعني هما التلاتة هيدوني 7.5 اي تي بي، والفاد اتش 2 هو موليكيول واحد بس بروديوسد، ده هيديني 1.5 اي تي بي. يبقى السبعة ونص بتوع الناد اتش اتش زائد الواحد ونص بتاع الوان فاد اتش 2 هيبقوا دول 9، وفي عندي واحد سبستريت ليفل فوسفوريليشن، يبقى كده الاسيتايل كو اي المونيكيول الواحد في السيتريك اسيد سايكل بيديني 10 اي تي بي. ناخد بالنا ان الجلوكوز الوان مونيكيول اوف جلوكوز بيدينا 2 مونيكيولز من الاسيتايل كو اي يخشوا السيتريك اسيد سايكل، صح؟ علشان كده ال 2 اسيتايل كو اي في السيتريك اسيد سايكل هيدوني 20 اي تي بي، لان كل واحد هيدي 10، فده هيدي 10 المولكيول الواحد من الاسيتايل كو اي بيدي 10، ده هيدي 10 وده هيدي 10، يبقى هما الاثنين مدينا 20 اي تي بي مولكيولز. تمام. طيب ده بالنسبه للسيتريك. طيب اخبار الانرجيتكس بتاعت الجلايكوليسز ايه؟ الجلايكوليسز اولا مبدئيا في حالة الانيروبيك كونديشن بتدينا 2 اي تي بي بس، لكن في الايروبيك كونديشنز بتديني الجلايكوليس بتديني 7 اي تي بي او 5 اي تي بي اكوردنج للشاتل يوزد. احنا عارفين في الجلايكوليسز في عندي 2 اي تي بي كونسيومد، واحد في الهيكسوكاينيز رياكشن وواحد في الفوسفوفراكتوكاينيز رياكشن. تمام. كان عندي برضو في الجلايكوليسز 2 موليكيولز من الناد اتش اتش كانوا بيبقوا بروديوسد، دول produced في السيتوبلازم بيخشوا جوه الميتوكوندريا علشان يدوني الـ ATP. فبيستخدموا حاجة من الاتنين، يا إما يستخدموا الماليت شاتل أو يستخدموا الجليستروفوسفيت شاتل. لو استخدموا الماليت شاتل يبقوا الناد HH هيجوين الريسبيراتوري تشين أز أناد HH برضو، فعشان كده الاتنين ناد HH في الحالة دي كل واحد هيديني 2.5، يعني هما الاتنين هيدوني 5 لو استخدمت لو الخلية استخدمت الماليت شاتل. طب لو استخدمت الجليستروفوسفيت شاتل يبقى الناد اتش اتش اللي بروديوسد في السيتوبلازم ده هيجوين الريسبيراتوري تشين از افاد اتش 2، ففي الحالة دي الاثنين ناد اتش اتش في الريسبيراتوري تشين هيبقوا فاد اتش 2 هيدوني 3 اي تي بي مش 5 اي تي بي، لان كل واحد في الحالة دي هيدي 1.5. خلاص. يبقى انا عندي الجلايكوليسز الانرجي اللي جند فيها يا اما بتبقى 5 و2 7 و2 9، يبقوا 9 ناقص 2 يبقوا 7، او يبقوا 3 و2 و2 ناقص 2 يعني يبقوا 5 اي تي بي. ده في الجلايكوليسز اونلي، يعني لما الجلوكوز يبقى بايروفيت فاي الجلايكوليسز في الايروبيك كونديشنز بيديني يا اما 5 اي تي بي يا اما 7 اي تي بي. طيب الجلوكوز بعد ما بقى بايروفيت في الجلايكوليسز، احنا عارفين ان البايروفيت بعد كده بيحصل له اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن بالبايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس ويدينا 2 ناد اتش اتش، مش كده؟ لان انا عندي 2 بايروفيت كل واحد منهم هيبقى اسيتايل كو اي وهيطلع ناد اتش اتش 1 مولكيول، يبقى هما الاثنين مطلعين 2 ناد اتش اتش، دول كل واحد فيهم بيدي 2.5 اي تي بي، يعني البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس رياكشن بيديني 5 اي تي بي لوحده. تمام. طيب الاثنين اسيتايل كو اي اللي هم جايين من 1 مولكيول من الجلوكوز هم الاثنين هيخشوا سيتريك اسيد سايكل، كل واحد يدي 10، يعني هم الاثنين هيدوا 20 اي تي بي. يبقى انا الاي تي بي هتبقى في الايروبيك كونديشنز باستخدام مثلا الماليت شاتل زي ما هو باين هنا في الرسمه اللي قدامنا، هيبقى في عندي 7 اي تي بي من الجلايكوليسز و5 من البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس و20 من السيتريك اسيد سايكل، يعني التوتال اوف 32 اي تي بي ار برودوسد في الايروبيك كونديشنز باستخدام الماليت شاتل. لكن لو الخليه استخدمت الجليستروفوسفيت شاتل يبقى في الحاله دي الاي تي بي مولكيولز هتقل 2 وهتبقى 30 اي تي بي، لان الجلايكوليسز هتدي 5 مش 7، هتديني الجلايكوليسز تدي 5 والبايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس يدي 5 والستريك تدي 20، يعني هيبقى المجموع كام؟ 30 اي تي بي مولكيولز. اذا لو عايز اتكلم عن الكوفاكتورز والفيتامينز اللي بتحتاجها السيتريك اسيد سايكل، كانت بتحتاج الناد، باذن بتحتاج النياسين، كانت بتحتاج الفاد،
ريبوفلافين، بتحتاج الكوينزيم A اللي بيجي من البنتوثينيك أسيد، كانت بتحتاج الثيامين فيتامين بي 1 عشان الثيامين بيروفوسفيت، بتحتاج اللايبويك أسيد، وبتحتاج البيوتين لأن زي ما هنشوف بعد شوية الانترميديت بتاعت السايكل ممكن تستهلك وتحتاج الخلايا تعمل لها ريبلينشمنت. فمثلا لما تعمل ريبلينشمنت للأوكسال وأسيتيت بتعمل كاربوكسيليشن للبايروفيت بالبايروفيت كاربوكسيليز انزيم في وجود البيوتين علشان تعمل الأوكسال وأسيتيت وتريبلينش الديبليتد أوكسال وأسيتيت، هنشوفها بعد شوية. طيب عايزين نعرف السيتريك أسيد سايكل دي وظيفتها ايه، ايه الفانكشن بتاعتها، ايه الرول بتاعها. زي ما احنا شفنا من شوية السيتريك أسيد سايكل حصل فيها أكسيديشن للأسيتايل كو إيه إلى سي أو تو مية، تمام. الأسيتايل كو إيه ده ممكن يجي من الكربوهيدرات، ممكن يجي من الفاتي أسيدز، ممكن يجي من سيرتين أمينو أسيدز. الأسيتايل كو إيه whatever its source بيخش في السيتريك أسيد سايكل ويحصل له الأكسيديشن بتاعة السيتريك أسيد سايكل. هنيجي نشوف برضو بعد شوية هنلاقي انه السيتريك أسيد سايكلز فيها بريكيرسورز مهمين بيصنعوا حاجات مهمة. هنلاقي مثلا في بعض الانترميدياتس بتشتغل كبريكيرسورز للأمينو أسيد سينثيسز، بعضها ليها رول في البورفيرين سينثيسز، بعضها تاني ليها رول في الفاتي أسيد سينثيسز والستيرول سينثيسز زي ما هنشوفها بتفصيل في السلايد اللي جاية دي. يبقى نقدر نقول انه الفانكشن بتاعت السيتريك اسيد سايكل هي كالاتي: اولا the primary function of the cycle is to provide the energy in the form of ATP. function تانية للسايكل ان هي is the final common pathway for the oxidation of carbohydrates, lipids and proteins. ليه؟ لان كل دول بيبقوا metabolized للأسيتايل كو اي او لانترميديتس السايكل. الحاجة اللي بعد كده انه السايكل ليها amphibolic role، يعني هي it is an amphibolic process. يعني ايه؟ يعني ليها function both in catabolism and in anabolism. في الكاتابوليزم مهمة عشان عن طريقها بيحصل oxidation للكربوهيدراتس وللفاتي أسيدز وللأمينو أسيدز. طيب في الأنابوليزم مهمة في ايه؟ مهمة انه ال constituents بتاعتها بيطلع منها synthetic pathways متعددة. زي ايه؟ مثلا السيتريت اللي اتكون في السيتريك أسيد سايكل ده بيطلع من الميتوكوندريا للسيتوزول ويحصل له كليفج ويدينا أسيتايل كو إيه، والأسيتايل كو إيه اللي provided ده بيستخدم بعد كده في السينثيسيس بتاع الفاتي أسيدز وبتاع الستيرويدز وبتاع الكوليسترول. طيب نيجي نلاقي مثلا الساكسينايل كو إيه ده، ده انترميديت من السايكل مع الجلايسين، يعني together with جلايسين بيستخدم في تصنيع الهيم، في تصنيع الهيم البورفيرينز اند هيم. طيب نخلي بالنا انه كل الممبرز بتاعت السيتريك اسيد سايكل من اول السيتريت لغايه الاوكسال واسيتات كلهم جلوكوجينيك، يعني كلهم بيقدروا يدونا جلوكوز عن طريق الجلوكونيوجينيسيس، ودي هتاخدوها بالتفصيل في الليكتشر بتاعت الجلوكونيوجينيسيس. نيجي بقى للترانس امينيشن انابوليك باثوي تاني. نجد انه الالفا كيتو جلوتريت بيحصل له ترانس امينيشن ويدينا جلوتاميت، والجلوتاميت بعد كده يبدا يدخل في تصنيع النون اسينشال او يستخدم في تصنيع النون اسينشال امينو اسيدز وتصنيع كمان البيورين. يبقى الالفا كيتو جلوتريت بالترانس امينيشن بيدي جلوتاميت وبيستخدم في تصنيع النون اسينشال امينو اسيدز وتصنيع البيورين. كمان الاوكسالو اسيتات عن طريق الترانس امينيشن هيدي اسبارتيت ويستخدم بعد كده في تصنيع النون اسينشال امينو اسيدز برضو، وبيستخدم كمان في تصنيع البيورين والبايريميدين. نيجي بقى لحاجه اسمها الانابليروتيك رياكشنز. ايه هما الانابليروتيك رياكشنز وايه فايدتهم؟ الانابليروتيك رياكشنز دي رياكشنز الهدف منها انها تعمل ريبلينشمنت للانترميديتس بتاعه السايكل لما بيحصل لها ديبليشن،
زي ما احنا عرفنا انه الانترميديتس ممكن تستخدم في تصنيع حاجات متعددة، فهي بتبقى عرضة لانها تبقى depleted، ففي reactions بتعوضها، بتعمل لها replenishment اللي هي demonstrated باللون الاخضر. هنجد مثلا اهم واحد في الـ في الانابليروتيك رياكشن، اكي انابليروتيك رياكشن، هو تحويل البايروفيت بالبايروفيت كاربوكسيليز في وجود البايوتين الى الاوكزالو اسيتيت. طب ايه انابليروتيك رياكشنز تانية؟ نجد مثلا انه الامينو اسيدز مثلا فيا الجلوتاميت تدي الفا كيتو جلوتاريت، وفيا الاسبارتيت تدي الاوكزالو اسيتيت، فكده عملت ريبلينشمنت لمين؟ للالفا كيتو جلوتاريت وللاوكسالو اسيتات. الامينو اسيدز عملت ريبلينشمنت للالفا كيتو جلوتاريت وللاوكسالو اسيتات. نجد كمان الاودي تشين فاتي اسيدز، ونجد البرانشد تشين امينو اسيدز، نجد الايزوليوسين الميثيونين والفالين، كل دول بيعملوا ريبلينشمنت للساكسينايل كو اي فيا طبعا البروبيونايل كو اي. كمان نجد مثلا الاسبارتيت والفينايل الانين والتايروزين، كل دول بيدوا فيوماريت. يبقى كل دول انابليروتيك رياكشنز عملت ريبلينشمنت للديبليتد انترميدييتس اوف ذا سايكل. احنا عرفنا انه اهم فانكشن في السيتريك اسيد سايكل انها بتبروفايد الانرجي، فاذا لما يكون في اي انديكيتورز بتقول انه الخليه في حاله هاي انرجي ستيت، اذا السايكل دي هتبقى انهبيتد، لان مش هنبقى عايزينها تشتغل تاني وتطلع اي تي بي تاني، فبتبقى السايكل انهبيتد او سلود. فلما يكون في ايه هي الانديكيتورز بقى بتاعه الهاي انرجي ستيت؟ لما نلاقي انه الاي تي بي هاي، او الناد اتش اتش هاي، او الساكسينايل كو اي هاي، الحاجات دي لما تبقى عالية معناها انه في هاي انرجي ستيت في الخلية، فبالتالي السايكل دي هتبقى انهبيتد. طيب عكسهم طبعا الاي دي بي، لو الاي دي بي ليفل بتاعه عالي ده انديكيتور ان في لو انرجي ستيت، وبالتالي الاي دي بي هي اكتيفيت السايكل. تمام، احنا شرحنا قبل كده الريجوليشن بتاعت البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس اللي هو كان الانتري بوينت بتاع السيتريك اسيد سايكل، دي سايت اوف ريجوليشن مهمه وشرحناها قبل كده بالتفصيل. في تو سايتس تانيين مهمين او ثلاثه، التو سايتس التانيين دول عندنا الايزوسيتريت دي هيدروجينيز والالفا كيتو جلوتريت دي هيدروجينيز، وممكن كمان السيتريت سينثيز يبقى سايت اوف ريجوليشن مهم. يبقى الهاي انرجي ستيت as indicated by the ATP and NAD HH and succinyl CoA بتعمل inhibition للسايكل، لأن معناها إنه في high energy state، فمش فالسايكل not needed not to provide more and more energy. ال ADP ده indicator لل low energy state، فلما يكون in high level بيستيمولات السايكل. نخلي بالنا إنه citric acid cycle السايكل دي is strictly aerobic cycle، يعني مش ممكن تحصل في عدم وجود الأكسجين. ليه؟ لأنه الفاد H2 والناد HH اللي هما بيطلعوا من السايكل، بيطلعوا طبعا جوه الميتوكوندريا، الطريقة الوحيدة ليهم إن هما يحصل لهم أكسيديشن ويتحولوا إلى ناد بس وإلى فاد بس، هو عن طريق الريسبيراتوري تشين اللي هي مش ممكن تبقى operated من غير وجود الأكسجين. فلو مفيش اكسجين السيتريك اسيد سايكل مش هتشتغل. مش هتشتغل ليه؟ لان الناد اتش اتش اللي طالع منها والفاد اتش 2 اللي طالعين منها اللي هم هيبقوا موجودين في الميتوكوندريا، مفيش وسيله انهم يحصل لهم اوكسيديشن غير عن طريق الريسبيراتوري تشين اللي هي مش ممكن تبقى اوبريتد without the presence of oxygen. يبقى زي ما اتفقنا قبل كده السيتريك اسيد سايكل ستريكتلي ايروبيك سايكل، يعني مش بتشتغل غير في وجود الاكسجين، يعني بتشتغل غير في الايروبيك كونديشنز. وده ليه؟ لان الناد والفاد الاوكسيدايزد فورم يعني كان بيجنريتد في الميتوكوندريا اونلي عن طريق الريسبيراتوري تشين، يعني اونلي عن طريق الترانسفير بتاع الالكترونز للموليكولار اكسجين، من غير كده مش هيحصل بروفيجن للاوكسيدايزد فورم اوف فاد اند ناد نيدد باي ذا سايكل تو اوبريت. طيب ايه حاجات ممكن تعمل انهبيشن للسايكل؟ عندنا الفلورو اسيتات اللي بيستخدم في المبيدات، ده بينهبت الاكونيتيز.
عندنا الارسنايت او الارسنيك ده بيعمل انهبيشن للالفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز زي ما قلناها قبل كده. نيجي بقى للساكسينيت دي هيدروجينيز، في بوتنت انهبيتور ليه اسمه المالونيت او المالونيك اسيد، ده بيبقى موجود بيستخدموه كفليفر اوقات، وبيستخدم في الالكوهوليك بيفرجز. الثلاث حاجات دولت بيعملوا انهبيشن للسايكل للسيتريك اسيد سايكل في السايتس اللي قلناها دلوقتي.